خليني ارحب على التليفون بالاستاذ اتفضل. كرم جبر. استاذ كرم مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك وعلى ضيفك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك استاذ كرم. استاذ كرم جبر كنت حاضر النهارده وحضرتك من الحضور في الحوار المجتمعي الخاص بالتعديلات الدستوريه. توقفت عند ايه وكانت ايه ملاحظات حضرتك فندم؟ يلا حضرتك، هو كان اجتماع النهارده في مجلس النواب راسه الدكتور علي عبد العال، كان في ممثل للازهر وممثل للكنيسه ورؤساء الجامعات في القانون الدستوري وكوكبه من الكتاب والصحفيين، يعني نعم اسماء كثيره جدا. دي مجموعه النهارده الجلسه الاولانيه، الجلسه بدات تقريبا من 1 لـ5. تمام. طبعا من الاخبار اللي اتقالت ان هيبقى في 7 جلسات مشابهه مستمره، نعم، على طول، وهيبقى مشترك فيها يعني بعد كده النقابات والاحزاب السياسيه والشخصيات العامه، بحيث ان الحوار يشمل كل فئات المجتمع وكل الوان الصف السياسي عشان يسوي. الدكتور علي اكد ان الصياغه اللي احنا بنناقشها ليست الصياغه النهائيه، ولكن يتم كتابه الملاحظات حتى يعني تاتي صياغه متوائمه مع الاراء اللي اتقالت. طبعا كانت معظم الفضائل اللي اتكلموا عليها الماده المتعلقه بمده رئاسه الجمهوريه، نعم، 6 سنوات، وكان في طبعا موافقه ان هذه الماده بتوائم ما بين الظروف اللي كانت سايدة أثناء إعداد الدستور. كان في البلد مش مستقرة وكنا في مرحلة استرداد الدولة المصرية، لا ظروفها، فبالتالي نعم كانت الرؤية تبقى لمدة 4 سنين، لكن احنا انتقلنا دلوقتي لمرحلة تانية اللي هي مرحلة بقى بناء الدولة المصرية الحديثة على أسس قوية، فدي محتاجة فترة زمنية أكتر أطول من كده، 6 سنوات. والمادة الانتقالية اللي بتمنع ترشيح، يعني في مادة انتقالية بتتيح للرئيس الحالي فترتين رئاسيتين، لكن بعد كده هما فترتين رئاسيتين 6 و6 سنوات كضمانة لتداول السلطة بشكل سلس وبشكل لا يؤدي إلى ما شاهدناه قبل أحداث 2011. تمام. دي من ضمن الحاجات. كان في ترحيب كمان بظهور عودة مجلس الشيوخ، نعم، وهتبقى فرصة لحضرتك طيبة. طالبت بتغييره. أنا طالبت بتغيير الاسم إلى مجلس شورى، لأن طبعا هو السن 35 سنة، فما يبقى شاب 35 سنة يقول أنا عضو في مجلس الشيوخ، فاللفظ نفسه يعني مش معبر قوي يعني، فطبعا اعتقد ان ممكن يتم الاستجابه ليها. طبعا الجزء بتاعنا اتكلمت كمان في الجزء الخاص بالقوات المسلحه اللي هو في نص ان بيحاكم محاكمه عسكريه اللي بيهاجم اماكن بتحميها القوات المسلحه او المنشات التي تتولى حمايتها، نعم، وده كلام مهم جدا لاننا شفنا في احداث يناير اعتداءات على مدينه الانتاج الاعلامي واعتداءات على دار القضاء العالي وعلى المحكمة الدستورية العليا، أماكن كلها أماكن مش عسكرية لكن أماكن كانت بتحميها القوات المسلحة، لأن دي أماكن هي شكل الدولة المصرية وسلطات الدولة المصرية. فهنا أن أحط نص دستوري يعطي للقوات المسلحة الحق في تأمين هذه الأماكن ومحاكمة عسكرية لمن يعتدي عليها، أعتقد أن ده كان نص هام جداً وضروري جدا، لان في الاخر يعني زي ما انا قلت ان القوات المسلحه دي شكلها شكل مصر، ملامحها ملامح مصر، المكونات بتاعتها كل فئات الشعب المصري، ابناء العمال والفلاحين وخلافه، ولم تنحاز قبل ثوره 23 يوليو وبعدها الا للشعب المصري، وذكرنا امثله تاريخيه يمكن زي محمد نجيب لما طلع للملك اثناء رحيله من مصر بيقول له ان الجيش وقف جنبك سنه 42 حينما حاصر الانجليز القصر عابدين، فوقفنا جنبك لان الشعب كان يريد ذلك، ونحن الان نطالبك بالرحيل لان الشعب يريد ذلك. فهنا انحياز الجيش دائما، كلمه السر عند الجيش اسمها مصر في احداث 18 و19 يناير، في احداث الامن المركزي، كل الاحداث دائما الارض بتنشق عن الجيش المصري، بيبقى هو المنقذ لحمايه الدوله وحمايه مؤسساتها، وفي الاخر ما بيقولش ايه اللي هي قالها فاروق جويده، رسمنا على القلب وجه الوطن. فطبعا تدعيم هذه السلطات والصلاحيات
ده شيء مهم جدا. المناقشات على فكرة كانت جيدة جدا، والملاحظات اللي فعلا كانت حيوية المناقشات أستاذ كرم. والدكتور علاء عبد العال الحقيقة أظهرها كده بنفس هادي، ها يعني وأعطى الكل الفرصة لم يقاطع كل أحد. خد الفرصة في الحوار والكلام، وكله قال كل اللي نفسه يقول. فإن شاء الله تبقى بادرة خير كده، يتعامل الدستور ويبقى في أجواء إيجابية، ويبقى في الناس كلها تنزل إن شاء الله. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا. كاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر. دكتور عبد المنعم سعيد، مساء الخير دكتور عبد المنعم. مساء النور.